التي سطرتها النساء مشاهد خالدة. إنها سمية بنت خيار زوجة ياسر التي كانت أول شهيدة، تعذب ويركل بها وتخرج إلى الرمضاء وتشد بالحبال وتوثق مع زوجها، كل ذلك من أجل أن ترتد عن دين الله، فتأبى إلا أن تختط خطا جديدا للمرأة، خط الحرية وخط الإسلام وخط الحق وخط الشهادة، فتموت شهيدة في سبيل الله، ويكون الجزاء أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى زوجها وعلى ابنها عمار فيقول صبرا. انظر إلى هذا الوسام الذي قلدهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الجنة. وتلك صفية المربية الفذة، وتلك عائشة المعلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، وتلك نصيبة التي كانت تنافح بسيفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلما راها المشركون في استبسالها بين يدي الله